بسم الله الرحمن الرحيم. هنحل الآن السيلف اسسمنت اون كونسبت 4.2. سيلف اسسمنت 12 اون ليسون 1 put true or false. If you examine a sample of soil, you will see only one type of ingredient in it. صح ولا غلط؟ يعني معنى السؤال، لو أنا عملت اختبار للتربة، التربة لما أعمل لها اختبار هشوف نوع واحد بس من المكونات في التربة ولا هشوف أنواع مكونات مختلفة؟ يعني فولس فولس أيوة تمام، يبقى أول واحدة فوز. تاني سؤال، soil is the home of some living organism. اتريمس أيوة. humus is a material that helps the plants to grow. فولس humus is a ايوه فولس material that help plants to grow. لا لا هم بيشربوهم ايوه تروي بس عشان هم بيشربوهم ميه Give وكده reason. The soil is very important for animals. ليه؟ مثل ينفع اقولها بالعربي ينفع. ماشي علشان في حيوانات بتاكل الاعشاب والبلانتس والحاجات زي كده فالبلانتس بقى بتطلع من الصويا عشان كده ده بيكون امبورتنت ليهم بمعنى انا عندي بالنسبه للسويل، السويل دي اول حاجه بينمو فيها النبات. طب النبات لما ينمو في حيوانات بتتغذى عليه، وكمان ان في التربه نفسها في حيوانات بتعيش فيها like insects، وكمان مين الانسكتس ومين والورمز الجدان. خلاص طيب، في حاجه كمان، يبقى هنقول الكلام ده بالانجلش ازاي؟ هنقول because on it the plants grow and the animal feed on this on these plants. النباتات الحيوانات بتاكلها. and some animal او some animals live on the soil like mean lives in soil in the soil like insects and me and animals like worms. خلاص الكلام ده؟ عايز اسمع الاجابه دي تاني منك يا محمد انت ومريم علشان اطمئن ان انتوا ذاكرتوا السؤال ده اصلا. Yes. Because on it the plants grow and the animals feed on this plants and some animals live in soil like insects and worms. تمام طيب، هنا بقى correct the underlying words. minerals are the building unit of plant. ليه المواد المعدنية تعتبر build هنا correct ال minerals are building unit of plants ولا ايه؟ يعني plant ولا water ولا مثلا نقول ماتيريال. المينرالز دي تعتبر بيلدينج يونت لمين؟ السويل صح. طيب the living organisms that feed on the remains of dead animals and the plants are known as. The living organisms that feed on the remains of dead animals and the plants are known as rocks. المفروض أخلي rocks دي أكتب مكانها إيه؟ Decomposers. animals Decomposers يعني الكائنات المحللة هي اللي بتتغذى على الكائنات الميتة، صح ولا إيه؟ صح طيب Number three, erosion, deposition, and evaporation process help in the formation of soil. transpiration Erosion,
دي ريتني مش and ايه help in the formation of soil. precipitation. انت قلت ايه يا محمد؟ Transportation. transpiration. transpiration بس مش متأكد يعني الصراحة. أكيد. بس مش متأكد. طب استنى، ده الكتاب بتاع جريدي جريد 6 وده 4.2. الحالات دي المفروض تبقى كانت في ليسون 1 تقريبا. They are building units of rocks, minerals. في حاجة غلط. لا بص، mineral are building units of rocks يا مين؟ نايمين لا لتنفس. rocks. تمام. طيب دي بقى erosion deposition and nugget processes help in the formation of soil. بتكون التربة. المفروض مين بقى ليا؟ عاوزين نشوفها دي. بتكون الضربة. ثانية واحدة، بص، ويزرينج، ويزرينج يا جماعة، بصوا، زرينج إيش دخل الوزرينج؟ ويزرينج جيمس. وإيروجن وديبوزيشن دول اللي بيعملوا لي السويل فورمنت أو سويل فورميشن. تمام. يبقى إيروجن وديبوزيشن أند ويزرينج. ويزرينج ايه تمام. تمام ولا مش تمام؟ cross out the old word، هنطلع الكلمة الغريبة. ايه مس ايه ايه remains of dead ant، remains of dead plant، وإيه؟ هنختار إيه؟ طيب number two deposition و melting و erosion و weathering، هنختار مين؟ melting. ملتين. Classify the following ingredients into organic and inorganic material. طب ال organic ingredients زي مين؟ ها انت يا محمد هتقول ال organic وانت organic مريم مثلا هتقول ال organic. ال organic زي مين؟ تمام ال air insects worms ولا worms؟ worms. ها بقول لحضرتك worms مم. insects مم. water لا rocks لا minerals لا ازاي مش smells of dead plants اي مع النبات، مع البلانتس دي ليفنج اورجانيزم، لما النبات يموت يعتبر ايه؟ ديد انيمالز او ديد بلانتس، يبقى ده اورجانيك انجريدينت. لكن بالنسبه بقى للان اورجانيك، يعني حاجه زي المينرالز وزي الروكس وزي الووتر وزي الاير، كل ده ان اورجانيك. تمام تمام ولا مش تمام؟ مفهوم الكلام ده؟ نمبر 2 او ليسون 2، choose the correct answer. minerals or the building blocks of rocks. the soil that consists of large particles of sand is known as sand soil. Sand. number 3، the clay of soil, the clay soil is characterized by gray color ولا black color.
ليه بلاك يا مس؟ لان انتوا عندكم اللي لونه رمادي كان اسمها سيلت، واللي كان لونها اصفر كانت سنت. سنت. الكلي لونها اسود يبقى بلاك كلر. نقط ونقط are from the inorganic components. الـ air والـ water. What happens if the soil contains very narrow pore spaces؟ إيه اللي يحصل لو التربة كان فيها narrow pore؟ طبعا كلمة narrow يعني إيه؟ كلمة narrow يا حلوين؟ ضيق. كلمة نارو يعني ضيق. ايه اللي يحصل لو انا عندي تربة المسافات البينية قليلة جدا؟ هيحصل ايه؟ هل تعرف هيكون في نفاذية للمية؟ يعني the water can pass ولا not pass ولا pass very very slow؟ طب ال keeping of water؟ keeping of water large ولا small؟ large ايوه. and ايه كمان هنقول تاني؟ ايه flow of water will be slow. النفاذية بتاعة المية هتبقى بطيئة. طيب نيجي بقى للسؤال اللي بعده. Complete the following sentence. Decomposed organism into component rich in nutrient material. كل نقط it help plant to grow. يعني الكائنات المحللة بتحلل الكائنات الميتة إلى مواد مهمة جدا للتربة، بنسميها إيه؟ وبتساعد النبات إن هو يبقى كويس، بنسميها هيومس. بنسميها إيه؟ هيومس. نعم. Large carnivores اللي هم ايه؟ الحيوانات اكلت اللحوم carnivores such as mean and cheetah depend on herbivores like mean بيعيش في الجراسلين. طبعا herbivores دي سهله خالص، اللي هي مين؟ غزاله او الديرز. الغزاله او الديرز دي تعتبر herbivores. ليه بيقولنا عليها herbivores؟ عشان هي بتاكل الاعشاب. طيب مين ومين؟ اللاين الاسد ده يعتبر كارنيفورس، يعني بياكل اللحوم. كارني يعني حيوانات أكلة للحوم، لكن هيربي حيوانات أكلة للأعشاب. تمام كده؟ تمام ولا مش تمام؟ نعم زي الفل. طيب نمبر 3. Frogs and moths are from the most common animal that live in bog ecosystem. ها مين الحيوانات الوحشة اللي كانت بتعيش في المستنقعات والبيئات الملوثة؟ فروك اند ايه؟ موسكيتوز يعني البعوض. ماشي، اوكي ناموس يعني بمعنى صح. طيب give reason for the following. Sand soil drains water quickly. ايه السبب اللي بيخلي الساند والسويل التربة الرملية drain the water quickly؟ المية تمر بسرعة كده، تحط شوية مية في التربة الصفراء تتكب، نحطهم فوق تنزل على طول تحت، بسبب إن البورز بتبقى إيه؟ خفيفة كثيفة؟ لأ مش كثيفة، خفيفة خفيفة. أه يبقى هنكتب إيه بقى؟ due to إيه؟ خفيفة يعني ايه اصلا؟ large distance distance between particle or force. between force ولا between particle؟ بارتيكل ماشي. هو ايه ده؟ الشاشة دي مالها عملت كده ليه؟ أعوذ بالله يا رب. هو ايه ده؟ يا محمد تعالى شوف القناة، شوف اللي حصل في الشاشة.
دوست على حاجة بس مش عارفة ايه اللي خلى الشاشة رمادي. طب انتوا شايفين الشاشة يا ولاد؟ اه يا شايفين؟ ميس، بس رمادي وانا كمان بس مش عارفة انا دوست عليها خلتها كده. نعمل ايه دلوقتي؟ شايفين عادي يعني، مش طيب ماشي، بس احنا مش هينفع نكمل كده. استنى، هنا بقى السؤال ده بيقول ايه؟ look at the following figures then answer. هنبص على الصور ونحدد، ادي figure number 1 وادي 2 وادي 3. soil in figure number 1، يا ترى دي انا التربة؟ شوف ازاي ازاي هعرف وهي الالوان اصلا ولا باينه ولا اي حاجه. ماشي، أنا ممكن أساعدك. أولا التربة الصفراء دي لونها فاتحة جدا، التربة اللي هي سلت بتكون رمود، يعني بينه وبين الأسود وبين الفاتح لونها أسود خالص خالص، بتبقى كلين. تمام كده؟ تمام. طيب أول واحدة soil in figure 1 is إيه؟ ساند حلو. and its color؟ يلو يلو أيوه. soil in figure number 3 is silt figure 3 and retain سيلت. larger amount of water than in figure. ايه ده؟ ده هو كده ما جابش figure 2. العبط ده لا، ما هو بيقول لك الصورة number 3 عبارة عن silt، وهي ريتين بتسمح بنفاذية أكبر من أكبر، بتنزل كمية كبيرة من المية أكتر من مين؟ الفيجر نمبر كام؟ اه مظبوط تو. figure 2. طيب تعالوا بقى نشوف كده الليسون 3. Write the scientific term of each of the following. A type of soil that contains large amount of clay particle and has dark color. ثاني ثاني ثاني، ال السلت مش سلت سويل بيقول لك large amount of clay وعندها dark color. انت ليه اخترت وليه قلت عليها سلت؟ طب ليه ما قلتش clay اصلا؟ عشان خاطر clay يعني ما تنفعش تكتب مرة ها؟ تانية، عايز تكتبها سلت. اه طيب number 2 the place in which living organism live. اسمه ايه المكان اللي بيعيش فيه الحيوانات؟ ايكو سيستم ولا انفايرومنت ولا هابيتات؟ environment 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 هابيتات يا جميل، هابيتات. habitat habitat اه نمبر 3 a process by which the land becomes infertile due to overgrazing and droughts. desertification. desertification. Correct the underline word. Hurricanes are from human activities. ذات على فكرة اللي بيخلاني بحل كويس جدا ليه؟ لأن أنا بصوا استنى كده هقول لكم على حاجة، مش أنا بشرح لكم، في اتنين تاني أنا بديهم في نفس اليوم، وإحنا لسه ما خلصناهم جايين لي متأخرين، فأنا من كتر الشرح بقيت حافظة الكتاب سطر سطر، فهمتني؟ فانتم ما تتضايقوش يعني، انتوا اصلا انت انا عارفاكم ملتزمين وبتذاكروا كويس جدا، لما انتوا تحلوا الاسئله كتر حل الاسئله بيثبت المعلومه. تمام. تمام. The underline word. Hurricanes are from no human activities that cause habitat destruction. هل كلمة هيريكنز يعني الأعاصير أو الرياح الشديدة، دي من صنع الإنسان ولا من صنع الله سبحانه وتعالى؟ طالما من صنع الله يبقى natural natural إيه changes natural changes، التغيرات الطبيعية البيئية، أو natural factors على فكرة، natural factors. خلاص، عشان انتوا كان بيقول لكم natural factors وال human activities cause habitat destruction. طبعا معنى كلمة habitat destruction يعني تدمير البيئة.
الكويشن نمبر 2، decomposers are building unit of rocks. طبعا خطأ، المفروض ايه؟ minerals. minerals، تمام يا ولاد؟ تمام. الكلام اللي انا بقوله تمام. مظبوط. But true or false, increasing the slope of Earth's surface lead to the increase in soil erosion. صح ولا غلط؟ طبعا بس صح. يا سلام، ليه بقى صح؟ ليه قلنا صح؟ بصوا معايا، ترو كلمة سلوب يعني ايه؟ يعني الواحد بيروح جاي مشتري أرض عاملة كده مايلة، فأنا لو رشيت مية المية تنزل تحت، طب والمية والأرض اللي فوق دي مش هتتروي. أو مثلا لو واحد يفضل يرمي مية 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 مية، يحصل إن السويل يحصل لها واشنج داون. يعني ايه واشنج داون؟ يحصل ايروجن، والواشنج داون السطح الخارجي للتربة هينزل ويبقى عامل زي ما انت مثلا ايه، بص كأنك انت عندك تورته وحاطين كريم شانتيه، واحد ذكي بدل ما ياكل الحته القطعه بتاعته، لا رايح جايب المعلقه وكل كل الكريمه اللي على وش التورته، فعمل لها ايروجن وعمل لها واشنج داون كمان. ليه؟ لان هو ماسك التورتايه مايله كده وبالسكينه كده ولا بالمعلقه وراح منزل كل حاجه، فده يعتبر عمل ايه؟ عمل واشنج داون، وكمان عمل بيشتغل الاوريجن بقى المره دي كريم اوريجن. فده لو احنا قلنا increasing the slope of Earth's surface lead to the soil erosion، يبقى صح ولا غلط؟ ايه صح. انت فاهم الكلام اللي بقوله؟ او تمام. نمبر 2، sand soil has black color، صح ولا غلط؟ بس فولس. لما اللينك يفتح نخش تاني طب خلينا دلوقتي في ده يا محمد لو سمحت، عشان هو قرب يفصل. جرب يفصل ايه ده، احنا مكملناش. طب ماشي، لو خلص ممكن تحط لنا اي. soil ماشي، depletion may happen due to air and water pollution. يعني ايه depletion؟ التربة اللي بتبوظ اللي بتخرب، بيحصل ده بسبب ايه؟ الهواء والمية، بسبب تلوث الهواء وتلوث المية، صح ولا غلط؟ صح. give reason decomposers play an important role in keeping the balance of ecosystem. ايه اهمية الديكومبوزرز؟ increase ايه؟ ان هي تاكل الحيوانات الميتة. to ايوه eat the dead animals. by producing good material nutrient to the soil and it feed on dead animal. يعني هي بتخلص البيئة من الكائنات الميتة، وفي نفس الوقت بعد ما بتاكل الكائنات الميتة بتعمل بروديوس المواد المهمة النافعة للبيئة. فضل 10 دقايق كاملين اهو، خلي بالك هو المفروض من 5 لـ 6، الـ10 دقايق دي بإذن الله هتكفينا ومش هنخش زوم تاني. خلاص يعني هتبقى لنا 10 دقايق دلوقتي. choose the تمام. fuels from column B suitable in column A. هنوصل بمعنى صح. lions and cheetah. مش هتبقى لتر Are animals that can live in savanna ecosystem. صح، savanna هتبقى grassland ecosystem. ايكونوميز. الموسكيتو والفراجز ثانية واحدة، هتبقى لتر انا ايه؟ ايوه طبعا انتوا عارفين بوك ecosystem يعني المستنقعات والاماكن اللي بيبقى فيها ميه مش كويسه. طيب تعالوا نحل ده. listen فوق، but true for some of human activities cause the habitat destruction، صح ولا غلط؟ طبعا ترو، طبعا ترو، طبعا true. ترو. is important for animal only. فولس. overuse of chemical fertilizer help scientists to restore the soil. True. False. False. غلط يا جماعة، لما الاستخدام الأسمدة الكيميائية مضر للتربة، فهم العلماء بيروحوا يستخدموا كتير الكيميكال فيرتلايزر. لا ده هم بيستخدموا حاجه اسمها اورجانيك فيرتلايزر، الاسمده العضويه. طب هابنز تو وات هابنز؟
tomato crops on adding suitable amount of organic fertilizer هيحصل ايه؟ increasing ايه؟ يعني ايه اللي يحصل لمحصول الطماطم لو احنا استخدمنا الأسمدة العضوية المناسبة؟ هتكبر بسرعة وايه تاني؟ وهيبقى واو، البلانت وهيبقى هيبقى حجمها هيعيش كبير. أكتر. وايه هيبقى تاني؟ حجمها كبير هيبقى صح. حجمها كبير لا، هيحصل زيادة في المحصول، increasing the amount of crops of tomato. ايه تاني؟ كواليتي. يعني ايه كواليتي؟ يعني المحصول هيبقى جيد، طماطم حلوة، يعني هيبقى طماطم كتير، المحصول هيبقى طماطم كتير كتير كتير، وفي نفس الوقت طماطم حلوة. ليه طماطم حلوة؟ عشان هو استخدم مواد طبيعية، organic fertilizer يعني مواد طبيعية جميلة. طيب correct the underline word. Removing green area help in reducing water pollution. ايه ايه ثانية فولت طبعا. لا ريموفينج جرين ارياز هنصلح removing ثانية green area ونكتب مكانها removing. ها لا، هنكتب ايه؟ ممكن نكتب grow green area او plant green areas. لا يا حبيبي، ما ينفعش الكلام ده. بيقول لك ايه الحاجة اللي بتقلل تلوث المية؟ الحاجة اللي تقلل بتقلل تلوث المية. بريفنت ثروينج ايه؟ ثروينج ويست. لو احنا منعنا القاء القمامة او تراش الموتور، ده برضو بيقلل ايه؟ بيقلل تلوث المية. يبقى هنكتب prevent throwing waste. طب deforestation is one of the reasons that lead to decomposition process. يعني deforestation يعني ازالة الغابات، ده يعتبر عامل من العوامل او سبب من الاسباب التي يؤدي الى ايه؟ الى ها desertification. ايه نمبر 3، water logged soil contains large amount of air. ووتر give reason. using traditional bricks and concrete to build houses must be stopped. يعني ليه احنا لازم نستخدم لازم ان احنا نتوقف من عن استخدام الطوب اللي هو بيبقى ايه؟ الطوب اللي هو احنا بنبني بيه، عشان الطوب اللي احنا بنبني بيه ده بيستهلك ايه كتير وبيستهلك ايه كتير؟ مس عشان هو يستهلك جوستيك لارج اماونت اوف انرجي. ايه ده؟ ايه دخل الانرجي اصلا اند ماني بمعنى ماني انا لما بعمل الطوب اللي هبني بيه بيستهلك طاقه حراريه كتيره، يبقى كده بيعمل ويستنج للانر للهوت انرجي، وايه كمان؟ بيخلينا نصرف فلوس كتيره. وايه كمان؟ الناس بتضيع وقت، ويست تايم. ويست تايم ويست تايم تايم ماني energy and effort. بيضيع الوقت والجهد والمال، وكمان unsustainable، ما كانش يعني حاجة غير مستديمة. طب choose a correct هنا، choose أو بمعنى صح وصل deposition and weathering. نختار ايه؟ طب the soil depletion
طب كروب دايفرسيفيكيشن طيب بصوا بقى معايا، لما احنا بنقول it may happen due to overuse pesticides بتنتج ويرجع، يعني it may happen لو احنا استخدمناها او ده بيجي بسبب استخدام الكتير خالص للمواد اللي احنا بنرش المحصول دايما بالمبيدات الحشرية، فبيحصل ايه؟ خراب للتربة، يبقى بيحصل soil depletion. يبقى هنوصل دي بنمبر ايه؟ يبقى 2 هتحط حرف الايه. طيب crop diversification التنوع المحاصيل، تنوع المحاصيل بيعمل ايه؟ تنوع المحاصيل تبقى letter D is planting different types of crops and rotating them. صح، شطور. ده التعريف بتاع ايه؟ الدايفرسيفيكيشن اللي هو تنوع المحاصيل، عبارة عن زراعة محاصيل مختلفة، وبتعمل ايه؟ روتيتنج، كل سنة نزرع المحاصيل دي، فده بيؤدي الى زيادة خصوبة التربة. بالمناسبة يبقى رقم 3 هنكتب نمبر 3. طيب نمبر 1 ديبوزيشن اوف ديبوزيشن اند ويذرنج، ده بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيكون ايه؟ بيكون للتربه، يبقى ار فروم ذا بروسيسز ذات كوز سويل فورميشن. تمام يا حلوين؟ تمام كده تمام ولا مش تمام؟ طيب اتبقى دقيقه هنحل فيها صح وغلط وخلاص على كده، بقيه الاسئله تبقى واجب. There are spaces between the particles of the soil، صح ولا غلط؟ To prevent water pollution, laws must be applied. صح ولا غلط؟ صح. Thorns on a plant stem is an example of structure adaptation. صح ولا غلط؟ صح. صح. عشان الأشباب بتعتبر إيه؟ تركيب الجسم بتاع النبات، فتعتبر structure adaptation. Number four, your health will be positively affected if you drink unclean water. طبعا خطأ. False. ماشي، يلا نحل السؤال بتاع وات هابت. ليه أو إيه اللي يحصل للهابيتات when the number of predator decrease، لو الأسود قلوا يحصل increasing في عدد مين؟ Of prey. أيوه complete the process which breaks down rocks into small particles is known as weathering. بس كده بقيت الأسئلة واجب، وشكرا خالص لحضوركم، ويا رب تكونوا استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.